قسما بالله هذا اللي صاير معي، ليش لحتى اكذب اصلا؟ هلا ما بدنا نقعد نحلف ونتحلف، انت ولا تاخذني عم تقول هالحكي حتى ما ارفع لك اجرة المخزن ولو واضحة المسألة. ابدا يا حمزة بيك، ما خطر على بالي هالشي. والله يا امين افندي انا ما بسمح لحدا يسرقني ولو كان امي وابي، اقسم بالله يا استاذ امين ما رح اسمح لحدا انه يخدعني ابدا ولا بشكل. ببعده. شو هالحكي هاد يا حمزة بيك؟ هل انا بدي اخدعك؟ يعني اذا انحرجت بجوز تعملها وبجوز تدعي ربك حتى ما يجيك زباين وشوفهم عم يشتروا من عندك وارفع الاجر عليك. حمزة بيك انا انسان صريح. بلا صريح بلا بريح، قسما بالله قسما عظما ارتفع ضغطي من كلامك. يا ربي يا ربي شو عامل لك حتى هالناس طمعانه فيني؟ يا ربي ربي ردهن عني ردهن عني ارجوك. حمزه بيك عم تمزح ولا عم تخلط معي؟ شوف ابو كامل، انا اكره شيء علي الخلط والملط، بس طالما انت ما عم تبيع وعم تخسر فليش ما بتسلم محلك وبتطلع منه؟ شوف حبيبي انا زلمه ما بحبك تنضر بسببي وتخسر، ولهيك بدي طالعك من المحل او بتدفع لي حبيبي ضعف الايجار. شو ضعف الايجار؟ مثل ما عمل لك. ماشي انا بطلع من المخزن، بس بدي فروغه 5 مليون وبعدها ان شاء الله تأجره ب4 اضعاف. ولي يا ويلي يا ويلي من الناس يا ويلي من الناس، رح يقتلوني الناس يا امين، رح يقتلوني انا الرجل العجوز المسكين يلي رجلي بالقبر. يا ربي خلصني من الكفر هالفجرة ولا تخليهم ياكلوني بلا ملح. شوف يا امين افندي، شوف ان شاء الله، شوف 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 دق 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 عظام رجلي عظامي ضيع عم ترجف. دخيلك مين بده يدفع لي حق الدواء اذا مرضت يا امين؟ مين بده يمد لي ايده اذا فلست؟ مين بده يطعميني اذا جال؟ مين بده يكسيني اذا هريت؟ البلاء جاي من الناس يا رب العالمين، كفوا الناس عني كفوا يا رب العالمين، مالي غيرك ارجو عفوك يا الله. دخيلك استرني بسترك. هات سجاد الصلاة يا أمين الله يرضى عليك. يلا يا أمين. عجيب شو هالتركيبة هاي؟ لك شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك يا حورية، لك تصوري تصوري إذا حدا رن جرس البابا بدون تبريد بتشوفي طلع خلقه صار يهوج ويموج وبيعتبرنا أنه نحن مبذرين ومسرفين. يخرب بيت قلبه، والله لو ما معه مصاري كلنا إنا فيه وما فيه، بس عظامه ذهب. انت اسمعي شو عمل فيني وقديش طلع خلقه لما حكيت له عن الشوفاجات والباب اللي فاتني منه. يا الله يا رب العالمين. بتعرف يا أمين